صدر تقرير عن المركز الأمريكي للعدالة بعنوان الحريات الدينية والأقليات في اليمن، تطرق لخطورة إرهاب الحوثي على النسيج المجتمعي والأمني باليمن، وعلاوة على ذلك قدم توثيقاً دامغاً وإحصائيات لأصناف الانتهاكات التي تعرضت لها الأقليات الدينية من أبناء الطوائف اليهودية والمسيحية والبهائية على أساس التمييز الديني، وذلك طيلة 8 أعوام. ووفقاً للتقرير، فإن ميليشيات الحوثي اعتقلت 71 شخصاً بما فيهم 6 أطفال وعشرون امرأة و25 محاكمة غير عادلة لأفراد بهائيين. صدر في بعضها أحكام بالإعدام ومصادرة للممتلكات. وأوضح التقرير بأن الأقلية اليهودية حلت في المرتبة الثانية بعدما اعتقلت 10 أشخاص منهم، فضلاً عن تعرض 64 من أبناء الطائفة اليهودية للتهجير القسري ونهب الممتلكات. وفي المرتبة الثالثة حلت الطائفة المسيحية، حيث وثق التقرير 10 حالات اعتقال وتعذيب، و6 حالات قتل، وحالتي اقتحام كنائس، وحالة تدمير وحرق كنيسة. وفي سياق الحريات الدينية، قال التقرير إن ميليشيات الحوثي انفردت بانتهاك المنع من إقامة الشعائر الدينية والتضييق عليها، حيث منعت إقامة الشعائر الدينية للمذاهب السنية المتمثلة بصلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان. وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي غيرت أسماء 36 مسجداً لأسباب سياسية أو عقائدية أو مذهبية، كما حملت ميليشيات الحوثي المسؤولية عن 1075 حالة استخدام للمنابر الدينية للتحريض في مناطق سيطرتها. وأشار التقرير إلى أن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأوفر من تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية وسجون، وصاحب هذا الانتهاك انتهاك آخر تمثل بالاقتحام المسلح للمساجد من قبل مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي. حكومة الإرهاب اليوم ليس لها سوى التنكيل بكل ما يعارض أجندتها الطائفية والمتطرفة. وأشار التقرير إلى أن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأوفر من تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية وسجون، وصاحب هذا الانتهاك انتهاك آخر تمثل بالاقتحام المسلح للمساجد من قبل مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي. حكومة الإرهاب اليوم ليس لها سوى التنكيل بكل ما يعارض أجندتها الطائفية والمتطرفة لتصبح أشهر من نار على علم في عالم الجرائم ضد الإنسانية.